بلا نكملوا هذا الفيديو ديال النصابه على الابارتمان تاع الديور. سمع هذا السيد مسكين، سمع شوف هذا المغربي الزوين، شوف هذا الراجل هذا، شوف تسنط غير الهضره ديالو، تسنط غير القلب ديالو، تسنطو غير القلب ديالو يبقى فيك، تسنط ما كيخرجش كلمه ديال اللعب. هذا الدولي 50 مليون وسمع كيفاش كيهضر. لا حول ولا قوة إلا بالله، تيبقى فيك تسنطو 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 لهذا السيد هذا تسنطو. هذيك الدار اشناهو المعمول؟ قال لي راه تعطيه ديزيستمون. عطيت ديزيستمون. عطيته ديزيستمون في 2016، قالوا لنا من هنا 3 شهور ولا 6 شهور ماكسيموم غادي يردوا لنا الفلوس. قلت لهم انا نمشي ناخذ غير واحد الشقه الحمد لله هذوك اللي كاينين ديال 25 مليون. اشنو وقع اقتصاديا جزاك الله؟ اشنو وقع؟ ما عطاونا والو. ملي جيت نسول قال لنا حيدوك من السيستيم. سبحان الله، قال لنا حيدوك من السيستيم، ما بقيتيش في السيستيم لان ما بقيتيش شاري. قلت لي غير 6 شهور، دابا عامين عندي هادي ما ردوا لي والو. وحنا نطلبوا ربي يعطيونا غير حقنا، يعطيونا ردونا هاد البليسات، لا بغاوش يعطيونا الدار ولا يعطيونا دارنا، هادشي اللي كاين. ودابا سبحان الله العظيم جات واحد الشركة أخرى، وقيلا الحباب الناس براسهم. هاد الشركة أش قالوا لي؟ هما الناس طيبين ما عليهم والو، قالك لا بغيتي ترجع غتعطينا واحد المليون. سبحان الله. وقلت لهم كيفاش نعطيكم مليون ودافع؟ قالك ديال الدوسي. وقلت لهم فين هو الدوسي الآخر؟ اللي كان عند السي المحماحي، نقول السمية ما فيها بس. سي المحماحي واسماء كيف قالوا الحباب تمشي عندهم النورموندي عار الكذوب وما يحلوش لي حيت كاين الكاميرات والو، ما بغاوش يبقاو يسمعوني. واني نهار بغاو الفلوس كانوا يعيطوا عليا اربعة المرات في السيمانه. هذه الله يحفظ راه صعيب. هذا واحد الناس اش قالوا لي؟ قالت انت مين دافع وبقيتي بحال قلتي فيكتيم غادي تخلص على واحد 100000 ريال. وهاد السيمانه نهار اثنين جبت معايا الشيك باش نخلص 100000 ريال. وقلت لكم انا باقي كاري 5 سنين وانا كاري ب 40000 ريال في الشهر. قلت على الاقل، قلت لهم انتم ما عطيتونيش الدار، ما رديتوش لي الفلوس، خلصوا لي الكرا على الاقل، راك عارفين المعيشه. قالوا لي راه ما كاين لا فلوس لا كرا لا دار. الله اكبر. وهاد الناس اللي جاوا جداد قال لك انتايا من عندك هاد زعما عندك معيشه واعره وكل شيء غادي تعطينا غير 100000 ريال باش ما ناخذوش الكوميسيون. طالياني وضحك علينا وقال لنا راه ماشي هذا هو الاسلام. هذا راه حنا شوهنا بالاسلام، فعلا شوهنا بالاسلام، حيت الكلمه هي كل شيء، والحق يعلى ولا يعلى عليه. وهذا السيد هذا والله الا ضيع ناس، شرد بيوت، عيالات طلقوا، وليدات نهاروا، الوليدات الصغار كبروا، زعما ما بقى حتى شي لذه عند هذا المشروع والو، قتل في الناس كاع ذاك الحماس اللي كان عندهم، كله ضاع كله مات. مع هذا السيد الله يهديه، سير ورادي محن الناس بزاف. وبيوت انهارت بسبب هوايا. كنظن بانه هو بالنسبه للستاتيو اللي داير ما يمكنش لك تجي وتقول ليه هو اللي كيختار، فهمتيني؟ هو اللي كيختار، المهم هو راه تستعرف داير. لا حول ولا قوه الا بالله. سمعتوا شفتوا السيد اللي كيهضر؟ سمعتوا التلاعب اللي لعبوا عليه؟ ماشي غير هو، هذوك الناس كاع اللي شفتوا كلهم راه كلهم مساكن نفس الشكل، ملي كيهضر واحد بحال كيهضر على كلشي، كلهم نفس الطريقه. دابا عرفتي علاش كيلعبوا؟ عرفتي علاش كيلعبوا؟ واش عرفتوا ولا ما عرفتوش؟ لان المسؤولين باردين يديهم، دارين يديهم في جيوبهم. هاد خينا اللي كيدير التلاعب عارف اش كيدير، وتيعرف هاد الناس مساكن اللي جايين كيجيو بالخارج ما غيديروا ليه والو، غادي يبقى يغوتوا ويبقى يجريوا. عندهم ظرف معين، عندهم 20 يوم شهر يدوزوا في المغرب، طلع هبط طلع هبط، وخصهم يمشيو يرجعوا لبلادهم، خصهم يرجعوا للسويد ويرجعوا لفرنسا ولا اسبانيا. وهالناس اللي في المغرب بحال هذا الراجل هذا كيعرف بانهم راجل متدين وظريف، كيعرفوا متدين ما غاديش يتسرع، ما غادي يدير حتى شي حاجه، ما غادي يدير حتى شي حاجه. وهي في الحقيقه اش خصها؟ خص كما الدوله كتحكم على شي واحد ب 20 عام ولا اسمه كتاخذوا عبره، خصكم نتوما واحد فيكم يترجل ويضحي وياخذ هو كعبره. الا درتو الاول كعبره والثاني كعبره اقسم لك يمينا يا تشي تيتقد، والله العظيم تيتقد. وغادي نقول لك انا كون دار لي انا اوجه منكم، انا بريء منكم،
انا اباري منكم ديرها لاختي ولا خوتي ولا شي واحد من العائله ديالي ولا هنايا ولا ديرها لي انا، اقسم لك يمينا يا سي قدور اش كيقول لك انت اللي عندك الدور ولا شي حاجه، والله الا بقيتي في حياتي اقسم لك وحق هذا المصحف الكريم هذا ما كنحل به، وحق هذا المصحف وحق هذا النهار هذا يوم الجمعه والله ما نخليك على الحياه، والله لا عشتي وانت عاد ديروك الفلوس، والله تديو معك يمكن غاديو معك في الروضه، والله العظيم انا ما نهضرش معك، ما نطلع للمحكمه، نمشي عند قاضي ولا نمشي عند محامي ناخذ المعلومات ديالك كافيه ونتسناك، والله العظيم تنصفي عليك بالله. عندي 64 عام سو شحال انا غادي نعيش انا باش نبرد الخاطر ديالي انا وديال الناس كلهم اللي ديتي لهم فلوس رزقهم، ما تلعبش معايا انا، ما تلعب مع عائلتي وتلعب معايا انا. اوهو 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 كتقول جدة الله يرحمها، هادشي اللي خاصكم نتوما المغاربه، نتوما خاصكم تضحيو اصاحبي، واش كتسناو القادة يدير لك حتى القادة تاج ديالكم غيدير لك كرة هذا شحال هادي، كرة هادشي وقف، كونوا رجالة، كونوا رجالة، بينوا الرجولة ديالكم المغاربة، بينوا الرجولة ديالكم، واش تبقى تطلفين، تا دار 50 مليون وجيت تطلفين تبقى تخسر في الطاكسيات الوقت ديالك وتمشي عليه هنا وداير عليك الكاميرات هو كيطلع لك هو من السبع وعندو الفيلا فيها لابيسوس مع خصو كاع ما غاديش يخرج لك هو عنده خدامه يمشي بالطوموبيل يتقداو هو كاع عارف الدار ديالو يدوز 6 شهور فين غتشوفو هو فين غتشوفو وانا غديرها لي انا والله تنعس عليك بقى مخزوز 6 شهور ولا 7 شهور تخرج تخرج راه الفكرون الفكرون كيدخل راسو في الدار ديالو وكيخرج راسو يخرج راسو كيحتاج يحتاج غادي يحتاج يخرج راسو يخرج راسو ولكن انا باش نبروتيجي راسي حامي العائله ديالي انا تنقول لهم خوتي داكشي بغا يشري الدار شاورني شاورني ما يشريو الدار ولا شي حاجه شاوروني وانا ما ديرهاش بيا ولا عطيتك انا الا جاب الله عطيتك الفلوس وتقول لي انا هنا عام هادي الشقه ديالك تاخذ على سموها ها وجهي ها وانا كنقول لك انا راه شجلها شجلها راه كنقولها لك راه كنقول انا ما كنضركش راه كنقول لك شجلها والله تنديك اقسم لك يمين تديك على هذا وجه الارض والله غير حيدك وهادشي اللي خاص هادشي اللي خاص خاص واحد جوج ثلاثة أربعة المغاربة يكونوا رجالة صحاح كيضحيو نشد هذاك خينا اللي دا لعباد الله كله بدا لهم رزقهم نحيدو أنا من الأرض كاع باش نبقى يعطي مثال باش يجي الآخر يقول لك لا 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 ندير الناس ديالهم أنا يجي شي واحد من عائلته يديني هادشي اللي خاص اش خاصكم ديروا عطى الله عطى الله ما يحتاج كاع الفراده حنا ما يحتاج لا فراده لا والو عطى الله ما تفضي معاه تفضي مع امو والدنيا مريضه ما عنده باس يدي هذيك الفلوس انا ملي يفضي معاك غادي ديك 50 مليون ما عندي ما ندير بها هذا وهذا ميساج كنعطيه لهذوك الكروش الحرام دوك الشفاره اللي كيرشيو وكيلعبوا على الناس ضعافة وكيلعبوا على الناس مزيانين والناس مساكن ما باغيش المشاكل وما باغيش اسمو هذا كنعطي ميساج لك وياك 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 راه الدور 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 راه غتلعق اجي واحد النهار غتلعق راه كان واحد خينا من اش كيسميو من دكولا هو بكري شكون اللي كيعرف فيكم ولد بن عبد السلام اللي كانوا عندو البيران جيت المسرح المسرح اللي ريبو اللي ريباتو ديك المافيا ديال المخزن اللي فات ديال السبعينات المسرح القديم المسرح القديم اللي بناتو فرنسا راه كانوا عندو البيران تما ولد بن عبد السلام وكان مشى لنا واحد ديال الكاسكاد وشاري الاراضي اسمو وغفل على غفل على شي واحد دار لهم الارض ودعا وطلعوا اسمو ما كاينش ما كاين لا قاع هادشي بكري كنقول لكم انا هادشي راه كان بكري طلعوا هبطوا والو ما صوروا من والو وقال لهم واحد السيد من الفلاحه قال لهم ديروا معايا ديروا معايا انا ندير معاكم خطه ديروا معايا حل كونوا معايا رجل ونوقف معاكم راجل قال لي شنو هي قال لي قال لهم هزوا لي اولادي صرفوا عليهم الوقت اللي ندوز انا الحبس وانا غنفضيكم من هذا المشكل وداروا معاه وانا هو جا هذاك ولد بن عبد السلام لي كارد كور ديالو وجاو و تي يقول لهم هذه الارض وكيدير فيها لاطراس وبغى يدير فيها الحجر وداك الشيء وهو واقف عليه تيقول له راه ترى الله
نعس الشيطان راه الله وراك هذاك الفلاح شاد واحد المدرة هو يقول لي بغيتي تراعي الله بغيتي ترد لنا حقنا هو يغرس في ديك المدرة غرسها فيه تخرج دوك السنة خرجوا من الظهر دوز فيها الحبس دوز 10 سنين الرجالة كيديرين راه دابا راه عايش بالشرف ديالو والارض ديالو خذوها انتم خاصكم تكونوا مناضلين انتم خاصكم تبينوا بينوا لهاد الناس هادو بحنا هاد المنكر نغيروا نغيروا باش ما غيرناش بالقانون غيروا بيدينا غيروا بيدينا خصو يتغير باليد خصو يتغير باليد ماكم كتخافوا راه غتموت غير مره واحده مره واحده غنموتوا ما نموتوش عشرات الخطرات اللي تعدى عليا ودا لي رزقي والله العظيم تندي من الارض دي لي انا صغير خدمت في سيني وجيت تضحك عليا ما عندي ما بقاني شرف ما بقاني شرف انا ديتي لي رزق ديتي لي 40 50 مليون 30 مليون وكتكذب عليا كتقول لي انا عطيك بارتمون ديتي راه ما بقى المخزن ما كاينش واخويا ندير اللهم ندير شغل يديا باش ما كندير شغل يديا باش ما كان وما نهربش ما نهربش غادي ندير غادي نصوب لك الطرح ونعيط لهم نقول لهم جيو هزوا الخروف دو بطانة ديالكم يلا اش بغيتو نمشي معكم الحبس ولا نمشي معكم الاسم ما كان كنقول لكم انا هضره ماشي كان ماشي غير هضره كنقولها من فمي راه كنقولها من القلب ديالي كنقولها لا شي الظلم تعدو حتى واحد ما كيبغي يتعدو تعديتو بزاف دليتو الناس دليتوهم ودليتونا حنا طيحتونا بالقيمه ديالنا وطيحتو بالشرف ديالنا عندكم ماشي ما عندكمش هاد خينا انا عنده الفلوس خدام مع مليار ولا خدا 40 مليار ماشي جوج مليار 40 مليار اللي خداها من البنك وقال لي ضربوا ريسكم بالحيط واش ديرها لي انا ديرها معايا انا انا درتي لهم ما ديرهاش لي انا والله ما ديرها والله نقلب عليك فيما كنتي ونعطيك نعطيك الحظ غادي نعطيك الحظ نقول لك شوف فلان انا نعطيك الحظ ديالك انا نعطيك الحظ اما غادي تجيب الفلوس وغادي نعطيك المده ونعطيك النهار اللي غادي تكون فيه المسائل نسبه ولا راك انت مشيتي ولا في حياتك ديالك ما بقيتش غادي نعطيك الحظ غادي نجي نتكلم معاك وندير معاك الصواب وانا علبك نعطيك الحظ درتي العمل الصحيح هو هذا ما درتيش العمل الصحيح الله يعاون نعاونك الفلوس عاد ديهم اخذهم انا كنهضر على نفسي نتوما الله يكون في العون انا هذا هو الكاركتير عندي انا ما كنديش لعباد الله ما كنبغيش شي واحد يدي ليا وحتى هذوك الناس مساكن نتوما راه ما كيديوش لعباد الله هذوك راه كاع خدموا فيها وعرقوا فيها مساكن باش جابوا هذيك الفلوس عام هما كيسحب لك في السويد ولا في الدنمارك ولا في اسمو تلقاو الفلوس تحت الارض ولا ما تلقاوش الفلوس تحت الارض راه كيعيشوا مكرفسي خا تشوف كيجيو بالطوموبيلات راه هذيك الوقيته ديال العطله اللي كيجيو باش كي مساكن ديك الفلوس اللي عندها كيخسروها كيخسروا كتشوفوا عندهم الفلوس لا راه هذيك الفلوس اللي جمعوها كيخسروها ماشي حيت عندهم الفلوس راه حيت فرحانين تيبغيو يساهموا واحد القضيه بغيت نقول لكم انا المغاربه ما يشوفش واحد اجنبي كيخسر الفلوس مغربي جا من الخارج داكشي ماشي حيت مرفه لا راه كيبغي يساهم كيبغي يروج حنا كنبغيو نروجوا اش كنجبدوا الفلوس ما كتشتروش عطي لهذا شحال هادي ها خلص اسمو كنبغيو نروجوا نتوما كتاخذوا الفكره ديال راه خدمتو لا لعبت عليه راه نص مات كنعرف نبيع وشري ما كتعرف تبيع وشري حتى الزبله راه ما كتعرفوش نبيع وشري ما كتعرفوش راه حنا كنبغيو نروجوا تطلق الفلوس تطلق الفلوس باش تكون الحركه دايره هادشي هذا هو المونتاليتي اللي كنفكروا فيها كنجيو نساهموا في الاقتصاد وكل شيء يكون فرحان وكي بنادم كياخذ واحد الفكره اخرى كياخذ فكره اخرى صحابك حنا ستوبد انا بالي منك اللي ديتي البنادم البارتمان ديالهم والرزق ديالهم راه اذا سمعتي هذا الميساج انا كنقول لك راه شي واحد غادي يدي لك الروح ديالك والله العظيم يدي لك الروح ديالك انا كنقول لك ما حدك باقي حي رد البنادم رزقهم ودير مع الناس وطلب منهم مسامحه راه كاين الموت وهو هذا غادي نحبس هنا ما نكثرش عليكم السلام عليكم ورحمه الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا ما كنطلب حتى شي واحد
انا كون وقع لي هادشي ما كنطلب، ما غنطلب لا محكمه ولا صداع، ولا غنطلب شي واحد يوقف عليا ويحك لي المشكل، يفك لي المشكل، نديرها بيدي ونفكها بيدي. انا هذا هو الانسان، هذا هو عبدكم الضعيف، انا هكذا داير، انا حكها بيدي ونديرها بيدي ونحلها بيدي، ما قديتش عليها ما نهضرش كاع، خلي لي فلوس وزيد في حالتي. الا ما غادي ندير والو غادي غادي ما غاديش نهضر انا كاع، خلي لي فلوس وزيد، نمشي ندبر على حاجه اخرى ونمشي ندبر. ولكن لا غادي دير لي رزقي، دير لي 30 مليون ولا 40 مليون ما سمحتش لك فيها، 10 مليون 5 مليون ما ديش، كم مليون الدنيا هانيه، نص مليون يمكن الدنيا هانيه، 60000 ريال الدنيا هانيه، يمكن بنادم يغمض عينيه ويقول دير لي صاحبي 5 و 7 ولا 10 مليون، 15 مليون 50 مليون مسكين زويتيه فيها هكذاك، كضحك عليه كتقول لي انت ما بقيتيش الدوسي زيدني مليون، مازال كيحلبوا فيه، مازال كيحلبوا فيه، قال لي لا حقا ما بقيتيش في الدوسي، ما بقيتيش في السيستم، دابا لا بغيتي تدخل السيستم خاصك تحط مليون. عاد قالوا لي لا، ملي شافوه كيتعكس معاه قال لي لا انت حيت مسكين عندك الكرا كيتسالك واسمو، اعطينا غير 100000، هادو غير غير كينصبوا، هادو غير كينصبوا، هادو دوك عرفتي داك الشارك، الشارك تيكونوا تابعين دوك الحوتات الصغار كيبقاو لي سنانو، دابا الشارك زاد دا الفريسه، وهادو دوك الحوتات الصغار اللي تابعين الشارك كيبقاو لي سنانو، كيبقاو ليه ودنين ويبقاو ليه الجناب ديالو ويبقاو ليه الكمل ديالو، هادو هما دوك الحوتات الصغار، هادو كيديو دوك الطريفات الصغار، هادو دابا دابا هو راه شي هاد المليون اللي غيعطي، هاد المليون اللي هادو هاد الناس كيطلبو لي كيقول ليه انت حيت هادي هادي مبقيتيش في الدوسي، هاد المليون اللي غيعطيها لهم هو راه غيديوها هما، هو راه ما غاديش داك الشرط كبير ما غاديش مليون، راه ما غاديش يهزو مليون، راه هما هادوك السكرتاريا دوك اللي في البيرو راه هما اللي كيديو دابا هاد المليون مئة ألف ريال وأربعين ألف ريال كيديوها من لأنهم ما عارفين المعلم ديالهم شفا، دونك هما غادي يشكروا عباد الله وغادي يصفها فيه هو على كل حال. إلا سمعتوا هذا الفيديو بارطاجيو الله يرضيكم، وصلوا هذه المعلومة للناس وعلموهم وقولوا لهم ما تبقاوش تشريو، ما تبقاوش تشريو الحوت في الماء.